معنا من الجنوب السوري للاطلاع على مستجدات الوضع هناك مراسلنا فاروق هلال. فاروق مرحبا بك. بغارات مكثفة للطيران الحربي اليوم على أحياء درع البلد، لو تطلعنا على صورة الوضع الحقيقي هناك. نعم، تحياتي لك وأعزائي المشاهدين. قصفت قوات النظام أحياء مدينة درعا اليوم بالبراميل المتفجرة والطيران الحربي وقذائف الدبابات والقذائف المدفعية. حاولت قوات نظام اليوم استرجاع عدد من النقاط التي سيطرت عليها فصائل البنيان المرصوص ضمن معركة الموت والمذلة. محاولات النظام للتقدم للمناطق التي خسرتها مسبقا باءت بالفشل. الغرفة قالت أنها صدت هجمة للنظام، وهذه الهجمة ترافقت مع قصف عنيف على منازل والأحياء السكنية في درعا البلد. نعم، بالنسبة، هل هناك أي اشتباكات تذكر ما بين الثوار وفصائل جهادية مبايعة لتنظيم الدولة في ريف درعا الغربية؟ نعم، مؤمن تستمر هجمة جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم الدولة على قرى ريف درعا الغربي. ليلة أمس استعاد الجيش سيطرته على قرية جلين وبلدة المزيرعة والشركة الليبية، فيما دارت اليوم اشتباكات عنيفة على محور الشيخ سعد وخاصة منطقة كتيبة الدبابات التي فجر فيها أحد عناصر جيش خالد نفسه بسيارة مفخخة في مسعى منهم للسيطرة عليها، وبالتالي فصل يعني بسيطرة جيش خالد على الشيخ سعد. إذا ما تمت له هذه السيطرة سيفصل مدينة نوى وهي كبرى مدن الريف الغربي والواقعة تحت سيطرة الفصائل عن بقية ريف درعا الغربي، أي فصل ريف درعا الغربي إلى قسمين. حقيقة لا استقرار لخريطة السيطرة في درعا الغربي، يتقدم نهارا ثم أن يقوم جيش خالد بعمليات نعم، الاختراق ويستعيد السيطرة على مدينة سرة. شكرا جزيلا لك فاروق هلال مراسلنا في درعا.